أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم العظيم الحليم الذي جمعنا في هذا البيت على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل ما قد بدأناه في شمائل نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وما حباه الله سبحانه وتعالى من خصال حميدة. ونتعرف على شيء من هديه صلى الله عليه وسلم، ومن عبادته، لكي نتأسى به ونقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة صالحة. ووقفنا في الشمائل المحمدية إلى باب ما جاء في صفة رسول الله، أو صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. الشعر هو يعني كلام مقفى موزون، كلام له قافية موزونة، وهذا الكلام حكمه ما كان منه حسن فهو حسن، وما كان منه قبيح فهو قبيح. هذا هو الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشعر، وكان يتمثل الشعر، يعني ينشد الشعر في بعض الأحيان كما سيأتي معنا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعند ابن ماجه وغيره عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. فالشعر إذن ما كان منه حسن ويهدف إلى شيء حسن ومعنى جميل فيجوز إنشاده ولا بأس، وما كان منه يهدف إلى الفسق والفجور والزندقة فلا يجوز روايته. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: يأتيك بالأخبار من لم تزودي. عبد الله بن رواحة هو أحد شعراء الصحابة، هو عبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ورد عن ابن سيرين رضي الله رحمه الله تعالى أنه قال: شعراء الصحابة، أو كان شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: عبد الله بن رواحة، وحسان بن ثابت، وكعب بن مالك. عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك. وعبد الله بن رواحة كان من شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمثل بهذا البيت، يعني يقول هذا البيت: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا البيت أصله لشاعر جاهلي يقال له طرفة بن العبد. طرفة بن العبد أحد شعراء الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات. المعلقات معروفة، في معلقات سبع من شعراء الجاهلية، وسميت معلقات لأنها كانت تعلق على أستار الكعبة، وكانت من مفاخر قريش، فكانت العرب يفتخرون بهذه المعلقات، لذلك علقوها على أستار الكعبة، لأنها كانت من أجود وأنفس ما قاله العرب من الشعر، وهي معلقات سبع وزيدت إلى عشر.
ومن أصحاب هذه المعلقات شاعر يقال له طرفة بن العبد، وكان يقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني ستظهر لك الأيام يوما ما أنت تجهله، ويأتيك بالخبر الذي أنت تجهله من لم تعطيه كلف ولا نفقة لكي يأتيك به. فكان عبد الله بن رواحة أدخل وضمن في شعره هذا البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثله عن عبد الله بن رواحة، يقوله عن عبد الله بن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فقالت عائشة رضي الله عنها فيما روي عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراف الخبر، يعني استبطأ الخبر، تمثل فيه ببيت طرفة بن العبد: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني إحنا عندنا في مصر بيقول لك: يا خبر الأرض بفلوس، بكرة يبقى ببلاش، نفس المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمثل هذا البيت. ثم، وهذا الحديث حديث صحيح. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا تكملة البيت. يعني كان يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. فهذا الشاعر لبيد كان يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه كلمة حق قال هذا الشاعر، وفيها توحيد، لذلك كان يقولها صلى الله عليه وسلم، وقال: أصدق كلمة قالها الشاعر. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أمية بن أبي الصلت قارب أن يسلم، لأن كاد من أفعال المقاربة، هو كاد أن يسلم ولكنه لم يسلم، وكان يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث، وقد أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي أنه قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، يعني جرحت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا أصابه صلى الله عليه وسلم فقال هذا البيت: هل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. كلمة فيها أو بيت فيه وزن وفيه قافية، فأنشده صلى الله عليه وسلم، وهو كلمة الحق، رواه البخاري ومسلم. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجري، وذكر نحوه يعني بإسناد آخر. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال: أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حنين، يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، أي أوائل الناس الذين سارعوا بالفرار، تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فأنا يقول: أنا النبي حقا وصدقا، وأنا لا أفر،
صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء. معروف أن عمرة القضاء كان بعد صلح الحديبية، الصلح الذي صد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، فصالحوا قريشا والكفار على صلح، فسمي صلح الحديبية. ثم أتوا العام القابل فاعتمروا عمرة فسميت عمرة القضاء، يعني مكان العمرة التي كانت في العام السابق، أو عمرة القضية تسمى عمرة القضية. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد شعراء الرسول يمشي بين يديه وهو يقول: هذان البيتين الشهيرين: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. هذان البيتان من أشهر ما قال عبد الله بن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، يعني يقطع الرؤوس ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه، معروف عمر بشدته: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبل، فلهي أسرع فيهم من نطح النبل، أي من رشق السهام. وهذا لأن العرب كانت تفهم معنى الكلام، وكان يعجبهم الشعر، وكان الشعر كما قلنا ينشدونه لأهداف. كانت يعني كان الصلح بين القبائل يكون أحيانا بالشعر، وهجاء الناس بعضهم لبعض يكون بالشعر، والرثاء أيضا يكون بالشعر، وهكذا حياتهم كانت شعرا. فكانوا يفهمون معنى الكلام، وكان هذا الكلام يوقع في نفوسهم موقعا شديدا ويتأثرون به. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبل. وهذا الحديث حديث صحيح أيضا. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إقرار منه صلى الله عليه وسلم بجواز روايات الشعر، ما لم يكن مخلا أو يدعو إلى فسق أو فجور أو زندقة. ورواه الإمام مسلم. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا تكملة البيت. حديث رواه البخاري ومسلم. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي، يعني راكب خلف ظهره على الدابة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله الصحابة يعني ظفروا من النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، تمتعوا بصحبته رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ألا يحرمنا لقاءه يوم القيامة، وأن يريدنا حوضه، وأن يسكننا الجنة في رفقته ورفقة الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين.
قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت. قلنا أمية بن أبي الصلت من شعراء الجاهلية، وكاد أن يسلم ولكنه لم يسلم، لم يقدر الله له الإسلام. قال: فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، يعني هات زد، هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لا يسلم. هذا الرجل كان لا يسلم من هذا الكلام الجميل الذي يقوله في شعره، كان لا يسلم. رواه الإمام مسلم. هيه يعني زدني كما قلنا. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر، والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافع عنه وينافح، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، أي بجبريل عليه السلام، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشعر كانت وسيلة، كان سلاحا من الأسلحة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح. ثم نختم بهذا الحديث، وهو نفس الحديث السابق ولكنه من طريق آخر. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. وندخل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، أي السهر بالليل في الحديث. ويأتي معنا بإذن الله تعالى حديث المشهور المعروف بحديث أم زرع إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يريدنا حوضه، وأن لا يجعلنا من الذين يصدون عن حوضه ويذبون عنه صلى الله عليه وسلم، أن يمتعنا برؤيته يوم القيامة، وأن يسقينا من حوضه، وأن يدخلنا مدخله كما يعني وعد سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وأن يجعلنا أهلا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.